لخبر آخر، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أنه يرحب بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد أن إقامة دولة فلسطينية هي النقطة الأولى لمواجهة أزمات المنطقة. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل نظمته السفارة المصرية لدى فلسطين بمناسبة عيد ثورة يوليو، بحضور السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين. حقيقة يعني القضية الفلسطينية كانت من الأمور المطروحة بقوة في مؤتمر جدة، لكن كانت اختلاف وتباين المواقف واضح جدا ما بين الدول العربية وما بين الموقف الأمريكي. يعني الموقف الأمريكي حاول طوال زيارته لإسرائيل على مدار يومين أنه يوضح أن احنا حل الدولتين قائم، بس هو مش متاح دلوقتي. الرئيس الفلسطيني أكد أن ده الوقت المناسب وإحنا مش عارفين يحصل إيه بكرة. رؤساء وزعماء الدول العربية أكدوا نفس الكلام، أن ما فيش حل في المنطقة غير لما تتحل قضية فلسطين. أنا في تقديري أن لقاء الرئيس جو بايدن مع الرئيس محمود عباس هو في حد ذاته إنجاز مهم جدا حضرتك، وتم أكبر رئيس دولة بيجي وبيزور مدينة فلسطينية لها دلالتها الدينية والرمزية، وبيأكد على فكرة حل الدولتين. هتقولي لي ما الجديد؟ الجديد أن كل رؤساء أمريكا أكدوا على هذا، لكن أن يقال هذا الكلام في مدينة فلسطينية على أرض فلسطينية ممثلة لسلطة فلسطينية هي كيان دولة، هذا شيء جيد. يعني حضرتك بتعتبر أن زيارة جو بايدن اعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية؟ بالتأكيد، لكن الصورة وده شيء جيد زي ما بقول لحضرتك. السلبي هو أنه ما صدر في إسرائيل من إعلان القدس، وإعلان القدس وتسمية القدس هو اعتراف بالواقع بالزبط. وبالتالي جزء منه مرتبط بالكرة الآن في الملعب الفلسطيني، أن الفلسطينيين أنفسهم النهاردة في لقاءات واتصالات بتتم على مستوى مناسبة مع المسؤولين الإسرائيليين. يائل لبيد أعلن امبارح مساء أنه هيبقى في استئناف للاتصالات الاقتصادية، ففي تحريك للمياه الراكدة. هل ده شيء كافي؟ لا أعتقد أنه شيء كافي، هيبقى في خطوات جادة، لكن خلينا أقول أن احنا لسه لغاية تقريبا فبراير اللي جاي 2023 الوضع في إسرائيل غير مستقر، في انتخابات في فبراير. طارق لما يجوا هيكلموا مع مين؟ يعني سؤال تحديدا، مين يكلم مين في فلسطين؟ ما هو ده الجزء اللي احنا بنتكلم بقى فيه اللي هو الشكلي، انه لا توجد حكومة مسؤولة، حكومة تصريف اعمال، لسه انتخابات لسه هتشكل. لكن انا عايز اقول بس في اللي قاله رئيس وزراء وصديق يعني حبيب هو وجه يعني الشكر طبعا الرئيس وزراء محمد من الشخصيات الجميلة اللي احنا يعني نعرفها كويس قوي في مصر. يعني هم ردود فعلهم كانت رائعة لكلمة مصر. أنا مع احترامي لأن الفلسطينيين يعني قريبين مني، فكلهم قالوا أن فعلا كل الزعماء العرب قالوا القضية الفلسطينية إلا الرئيس السيسي. الرئيس السيسي وحده كانت الحفاوة كبيرة، لأنه الرئيس خص القضية الفلسطينية، وأنا في تقديري أنه ده يحسب لمصر، لأنه صحيح. الرئيس في كل كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يضع القضية الفلسطينية قبل الملفات كلها بالزبط. فدي نقطة مهمة إحنا طبعا بنقولها، والرسائل المباشرة للأشقاء الفلسطينيين. خلي بال حضرتك في نفس التوقيت كان جهد الوفد الأمني المصري وجهد الأجهزة المصرية في موضوع إطلاق الصواريخ، لأن الصواريخ أطلقت بعد أن غادر الرئيس جو بايدن الأراضي المحتلة. يعني في رسالة سلبية لما يجري. أنا أعتقد أنه الجانب الفلسطيني، وهو مش مجاملة على فكرة، الفلسطين بيقولونا ده، وإحنا بنقول رئيس أبو مازن مباشرة إحنا بنعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية. من سيادة الرئيس في كافة الكلمات الدولية يضع القضية الفلسطينية على رأس الأولويات. طبعا القادة العرب مع احترامنا وتقديرنا ليهم بيضعوا القضية الفلسطينية باهتمام، وده شيء جيد. يمكن الملك الأردني الملك عبد الله الثاني برضو اتكلم بثقة، لكن في النهاية تبقى مصر مصر. صحيح صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، دايما حضرتك منورنا وبنستفيد يعني وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور طارق. مشاهدينا الكرام.